السلام عليكم، مساكم الله بالخير، صبحكم الله بالخير. الوقت اللي قاعد تشوفون فيه المقطع هذا اليوم اللي هو يوم 16/6، أو فعليا 17/6 صرنا، لأن الفجر حاليا الساعة 2:30 الفجر، مثل ما وعدتكم بالنسبة للمسابقة اللي هي كانت جائزة اللي هو أبل تي في ومدة أسبوع. اليوم انتهت الساعة 12 الفجر والحين راح أسوي السحب. الشهادة لا ما أقدر أقول لكم إلا بس شكرا 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 على الدعم اللي شفته من إخواني أصحاب المدونات، راح تشوفون أساميهم هذه حاليا قدامكم. إضافة إلى ذلك جميع الإخوان اللي شاركوا، مثل ما قلت لكم هي المسابقة كانت بالنسبة تعتبر لي دعاية، وبالنسبة لكم مشاركة للفوز في جوائز اللي هي الأبل تي في، واللي حصل عمل تحديث بناء على اللي شفت العدد الكبير اللي شارك. فعيب علي اني عقولتهم على العدد هذا الكبير كله بس مجرد جهاز واحد، حاولت كثر ما اقدر اني اسوي يعني شيء زين، فقررت اني ازيد الجوائز اخليهم جائزتين اضافيات بمجموع كامل 3 جوائز. راح ابداها بالجائزه الصغيره الى الجائزه الكبيره اللي هي الابل تي في. ضفت اللي هو جهاز اللي هو بروميت مثل ما تشوفونه قدامكم حاليا. هو عباره عن شاحن يونيفرسال كامل حق اللي هو نوكيا، المترولا، بلاك بيري، سامسونج، سوني اريكسون، وبالاضافه الى اللي هو الاي ديفايسز، ابل تي في، ايفون، ايباد تاتش، وايباد حق السياره حق البيت، وجميع رؤوس الكهرباء كامل ان شاء الله. وجهاز ان شاء الله عقبتهم مفيد للي عنده كذا جهاز او يسافر خارج عقبتهم بلده ويحتاج له كهرباء، وان شاء الله راح يفيده الجهاز هذا. هذا راح يكون يعتبر جهاز الجائزة رقم 3. الجائزة رقم 2 اللي ضفتها، وأنا أعتقد أنها بعد إن شاء الله أنها شغلة مفيدة لك أخي الفائز في الجائزة إن شاء الله، وهي عبارة عن بورتبل سبيكر من HP ممتاز. أنا جربته قبل لا أني أقولتهم أخذه وأسوي كهدية لكم، صوته جدا ممتاز، ما يحتاج بطارية، ما يحتاج شيء، بس تركب الـ USB في الجهاز وراح على طول يطلع الصوت بصوت عالي ونقي وواضح جدا. يعني صراحة سبيكرز أنا راح أشتري لي واحد خاص فيني صراحة لأن عجبني جدا. والحين مثل ما تعرفون اللي هو الجائزة الكبرى اللي هي ما راح تكون كبرى، يعني كله جهاز أبل تي في المعروف، هذا هو قدامكم مثل ما تشوفون قدامكم بتغليفة أبل جديد، أنت اللي تفتحها وأنت اللي إن شاء الله عقبتهم تركبه وتستمتع فيه، حلال عليك من طيب خاطر، الله يبارك لك فيه ان شاء الله. وعن الحسد ان شاء الله من عيون الناس اللي قاعد تشوف المقطع هذا، ان شاء الله ما في احد حسد، هي كلها جائزه ومسابقه يعني قلتهم اخويه بيننا ان شاء الله. حاليا مثل ما تعرفين انا مثل ما قلت لكم راح يكون السحب عن طريق اللي هو موقع random.org بدون تدخل مني، راح ادخل عدد المشاركين، والموقع هو كم يطلع الرقم وهو صاحب الحظ الفائز. قبل لا ابدا بالسحب تشوفون قدامكم الحين عدد حاليا مثل ما تشوفون 463 شخص حق الموضوع هذا بس اللي هو مال ابل تي في. مع الاسف مع الاسف اقولها لكم ان انا قلت لكم كان بالشرح اللي هو السابق في الموضوع نفسه تحت لازم تضيفون كان اللي هو الهاشتاج عشان اقدر اجمع عدد المشاركين. اكتشفت ان ناس يعني مثل ما تشوفون العدد قدامكم يعني 463 شخص بس حق الموضوع هذا، في مواضيع ثانيه اخرى يعني كثيره جدا هم كذلك عمل لها ناس ريتويت بدون إضافة له الهاشتاج، فأنا ما قدرت إني أتعرف عليهم لأن كنت قاعد أسوي له فلتر عن طريق له الهاشتاج هذا. إضافة لذلك إنه مع الأسف في إخوان كانوا يحاولون يعملون سبام رهيب جدا، يعني في شخص واحد ما راح أذكر اسمه عموما عمل يمكن تقريبا حق كل مواضيع الموقع، والموضوع نفس الواحد سوى يمكن مرتين أو 3 مرات حقه يعني، فأعتذر منك أخوي يعني أنا اتمنى انك تفوز يعني، بس لكن مو بالطريقه هذه، انت عملت سبام، كل هذا اللي سويته راح تحسب لك مشاركه واحده فقط، فاللي شارك 10 مرات و20 مره و100 مره او شارك مره واحده راح يكون مره واحده مشاركه عباره عن دخوله في السحب. فلذلك انا بعد التعب اللي عملته من اللي هو من جرد المشاركين الفعليين، ارجع اقول في ناس دشت وسوت ريتويت اكثر من مره يعني، بس اللي فعلي وصل العدد معاي الى هو 399 اللي هو اخر واحد الشخص هذا مستر بندر اعتقد، اي نعم. فالعدد المهم 399 شخص فعلي دخل المسابقه، واتمنى لكم الفوز كلكم والله يا جماعه اني احرجتوني صراحه.
راح احط له الرقم من 1 إلى 399، نقول بسم الله. راح تكون الجائزة الأولى اللي هو الشحن اليونيفرسال المتنقل لجميع أجهزة اللي هو متوفرة في السوق. الجائزة راح تكون من نصيب بسم الله جنريت رقم 104. صاحب الحظ السعيد 104 عمر 1 أو 881، هذا هو. ألف مبروك أخوي عليك الجائزة اللي هي الشحن اليونيفرسال عمر الخويطر. ألف مبروك، راح أتواصل معاك وإن شاء الله عقبتهم راح أوصل لك الجائزة أي مكان كنت فيه، من داخل الكويت برا الكويت، راح توصل لك، راح توصل لك، راح توصل لك إن شاء الله الجائزة. هذا الفائز الأول اللي هو قلنا الشحن اليونيفرسال أو اللي هو نعم. الحين راح يقول حق الشخص أو المشارك الثاني اللي راح يفوز، نقول بسم الله حق اللي هو سبيكر بورتبل سبيكر من اتش بي، بسم الله. صاحب الرقم 288، صاحب الرقم 288 288 تحت الأخ هذا. اي نعم بوجو، نضغط عليه راح يودينا حق صفحته. ألف مبروك أختي أو أخي صاحب الحساب هذا، فزت في الجائزة اللي هي عبارة عن سبيكرز من اتش بي بورتبل سبيكرز. ألف مبروك، راح يوصلك إن شاء الله وراح أتواصل معاك. مبروك. صاحب الجائزة المنتظرة اللي كنت أنا عاملها اللي هو الأبل تي في، نقول لك ألف مبروك مقدما. وراح يكون صاحب الجائزة منو؟ صاحب الرقم 173، 173، 173 اللي هو الأخ هذا جوزلان. ألف مبروك أخوي، فزت بالجائزة اللي هي من أبل تي في. ألف مبروك، ما أقدر أقول لك الشغلة هذه. مبروك 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 جدا أخوي، راح أتواصل معاك كذلك ووصل لك الجاز لحد باب بيتكم. بس هذا اقدر لك اياه. شكرا اخوي على المساعده اللي هو نشر موقعي، شكرا للاخوان كذلك اللي فازوا ساعدتوني في نشر موقعي، شكرا كذلك للاخوان اللي دشوا الموقع وشاركوا في المسابقه ونشروا موقعي وحاولوا انهم يعين اي فائده لكم ولي. مثل مره ثانيه اقول لكم اياها، شكرا لكم جميعا، والله العظيم اخجلتوني جدا 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 اصحاب المواقع المدونات اللي نشروا الموضوع، الاخوان اللي شاركوا وحاولوا انهم عقبتهم يظهرون موقعي بشكل سليم حق الآخرين. أتمنى أن يكون قدمت شيء مفيد في موقعي، وإن شاء الله إن شاء الله أحاول كثر ما أقدر أني أقدم لكم شغلات مفيدة، مو بس جوائز يعني، حتى اللي هو المواضيع مفيدة إن شاء الله. من جديد أعطيكم العافية وأخجلتوني جدا، وهذا أبسط شيء أقدر أقدم لكم إياه يعني. اللي أقدر أقول لكم إياه هذا اللي هو موضوع السحب، وهذا فيديو السحب. نلتقي إن شاء الله في مواضيع ثانية وفي مواضيع أخرى مفيدة لكم ولي إن شاء الله يا رب. فما الله، مع السلامة.